لو الحكاية فيها إن فيجو. حضرتك رصدت أي حالات مخالفات؟ مفيش مخالفات خالص، الأمور ماشية كويسة ممتازة مفيهاش أي حاجة. طب نسبة الإقبال حضرتك شايفها؟ كويسة يعني حضرتك ممكن تنسبها بحيث إن نسبة معينة مقارنة بالكشف اللي مع حضرتك؟ لسه 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 باقي يومين، احنا لسه ما عدناش ربع اليوم الاولاني خالص. فكان في اي اعمال شغف؟ بل شغال كويس. كان في اي اعمال شغف؟ مفيش اي شغف، الدنيا مستقره والامور ماشيه كويس. حضرتك واجهت اي صعوبات في اللجان؟ لا خالص، مفيش اي شغف.